أي فيلم ده يقدر يدعو رئيس المقاطعة علنية؟ في فيلم أكشن تصدر القمة كذا مرة فضل سنين بيعلق عليه على النت من الناس، فأثار جدل كبير بسبب ده. كان ممكن ينسحب من العرض كمان، وبعد مجادلات كبيرة أخيرا ممكن يتعرض. وقابلنا كورونا تاني مؤخرا، فلما اتعرض لفترة اتوقف تاني، فما كانش قدامهم غير انهم يعملوا له عرض مباشر على النت. الفيلم ده اسمه The Hunt. طب ايه المحتوى بقى اللي يصدم الناس ده؟ هنشوف فيلم الصيد لعام 2020 دي لعبة هروب من الموت. الفيلم هيبدأ من مجموعة الطبقة العليا. في واحدة قالت عايز تروح تصطاد؟ مستنيينك. اول ما قالت كده الكل خلاها تمسح الرسالة كده كده ده على النت. الكاميرا لفت لوحدة بتصحى، لقت نفسها مربوطة في حديقة ومحطور في بقها حاجة. في كمان 11 شخص جايين من مختلف الأماكن هنا، اتعاونوا وطلعوا صندوق خشب وطلعوا أسلحة كافية ليهم. ده غريب، المنطق بيقول إنهم جايين ككائنات للصيد، ليه بيديهم أسلحة بقى؟ هو ده الإحساس الغريب اللي هتلاقيه من الفيلم. مش محطوطين في خانة إنهم بيتم اصطيادهم بس، إنما مسلحين. وعشان يبقى للفيلم طعم، البنت خدت مفتاح من الصندوق وراحت جيم باين عليه موثوق. فتحوا البتاع لبعض، من الطبيعي إن هو بطل الفيلم ولسه ما تسلحوش كويس والهجوم عليهم بدأ. هربوا. إيما فرحت لأنها هربت، بس بعدها رأسها انفجرت. جيم ماشي مش فاهم حاجة، داس على قنبلة انفجر، والبطلين المزيفين ماتوا. بعدها الكاميرا لفت للناجين الثلاثة، اتعاونوا عشان يخرجوا، وصلوا لسوبر ماركت، اخدوا الاسلحة ودخلوا خوفوا العجوزين. القائد اتصل وبلغ الشرطة، واللي رد كان عمال يهزر معاه ولا مهتم بحياته. في الوقت ده واحدة منهم كانت بتاكل حاجة السوبر ماركت ولسه مخلصة اكل ماتت. وبعد ما بحثوا عرفوا ان كل المأكولات مسممة. بعدها العجوزين بقى معاهم اسلحة، الزوجة رمت قنبلة مسممة، الزوج مسك المسدس ضرب القائد، واتقتلوا هما التلاتة. بجد فيلم مش طبيعي، عمرك ما هتعرف مين بطل الفيلم في اوله. الكاميرا دايما بتخليك تحس ان هو ده البطل، بس تلاقيه مات بعدها. الزوجين نظفوا مسرح الجريمة واتناقشوا ازاي يواجهوا اللي بعدهم. المرة دي جت بنت ذكية وعندها خبرة، صعب يتعاملوا معاها. هاي محتاجة مساعدة؟ أثينا ما كانتش مستغربة خالص، قالت بهدوء الوضع شكله مش كويس. والزوجة بتفكرها قالت لها عايدة علبة سجاير. بعدها بصت لقت فلوسها وقعت، ما تبقاش غير الفكة في جزمتها والتحركات العادية، خلت الزوجين يتطمنوا. فجأة هجمت تقتلهم. بعد ما قتلتهم أثينا أكدت إن السجاير دي $6 وانتوا غاليين. أخدت السلاح وجهاز الإرسال وخرجت. كانت عايزة تركب العربية بس لقيتها مفخخة، لو فتحت الباب هتنفجر. جهاز الإرسال جاب صوت، طلع إن في أجسام في الهواء مرقباهم. الجهاز طار للسوبر ماركت يشوف الوضع، بس الراجل دمره. حركته دي أكنه كشف موقعهم فين. البنت حذرته إن العربية هتنفجر، فحصل على ثقتها. كملوا مع بعض، مشيوا على السكة، طلعوا قطر كان في مجموعة لاجئين، والراجل بيكره اللاجئين عايز يقتلهم. في الوقت ده القطر وقف، جت مجموعة جنود ونزلتهم. أخيرا لقوا حد برا. الراجل قال لهم انهم مخطوفين، بس الجنود ما اهتموش. طلع واحد من اللاجئين وقال الحقيقة، قال انه صديق الصيادين وانه عامل نفسه لاجئ، بس دلوقتي الشرطة بتلحقهم. فالوضع خرج عن السيطرة، فعايز يتعاون معاهم مؤقتا. طلع انهم برا البلد في كرواتيا، بس ما اهتمش وهجم عليه واخد القنبلة وحطها في بنطلونه، وانفجر واحد جديد. البنت اتعرفت على واحد جديد في مكان اللاجئين، السفير جه واستقبلهم.
عرف انهم كانوا فريسه للصيادين فاتصدم وسالهم عملوا حاجه وحشه قبل كده ولا لا. الكلام ده مش سفير ممكن يقوله. البنت عرفت هويته قتلته. نزلت من العربيه فتحت الدبه لقت جثه صديقها القديم جوه. شكل الراجل ده تبعهم. لحسن الحظ انها عرفت هويته. كان في خريطه في الدبه محطوط عليها مواقع الصيادين، ففي قدامهم اختيارين، اما يهربوا بالعربيه اما يمشوا ورا الخريطه ويخشوا للصيادين ويقتلوهم. الراجل عايز يهرب هنا، بس البنت حكت له قصه هروب محزنه. الارنب خسر في السباق فتعصب وقتل اهل السلحفاة. البنت قالت ان الارنب دايما بيكون الفايز. الراجل قال لها احنا الارنب ولا سلحفاة بقى؟ البنت ضحكت وقالت الصيادين هو ارنب اذا كانوا هنا او في الواقع. في الاول والاخر هم الجانب الفايز، واللي بيتقتلوا هو السلحفاة بيموتوا. البطلة كانت قتلت صيادين كتير ساعتها وبقى عندها سيارة للهروب، وده معناه انها فازت في مسابقة الصيد زي ما السلحفاة لما بتفوز. بس البنت في الحقيقة ما فازتش خالص. اكيد الصيادين هيبعتوا ناس تقتلها زي قصة الارنب والسلحفاة. هيروح بيت السلحفاة في الاخر يقتل اهله، فلازم نهجم الاول للقوة ونروح نقتلهم ونحصل على الفوز الحقيقي بقى. والبنت بدأت الهجوم المضاد كده. الارنب بيفوز دايما، على الرغم ان الاغنية دول اتدربوا قبل كده ممكن يقتلوا عدوهم في مكان مستخبي، بس اول ما موقعهم اتكشف اتقتلوا منها. البنت خلصت منهم على طول. لا آتنا، لا لا أنا لا. في الوقت ده جهاز الإرسال جايب صوت وسأل مسكتوا البنت ولا لا. باين إنها خطة مضادة. البطلة قررت تقتل الراجل عشان تتأكد إن مفيش مشكلة. الكاميرا رجعت لسنة فاتت، طلع إن احتكارهم للطبقة المنخفضة هي مزحة، بس شركات الضخمة حبت ده، فموقع الشعب بدأ يهجم ودخل الأغنية والمواقع المشهورة تخسر، وبدأت الإشاعات تلف، فخلوا الأغنية عايزين ينتقموا. طالما بيقولوا إننا صيادين يبقى نسمع كلامهم ونعمل لعبة صيد حقيقية. وجابوا أمهر 12 شخص كمان اللي هم هيكونوا الفريسة، فبقى في البداية اللي شفناها للفيلم بس ما تخيلوش إنهم مسكوا البنت بالغلط. كان المفروض يمسكوا حد تاني مالوش لازمة. في الآخر مسكوا ضابطة متقاعدة. البنت هنا أول ما رجعت خدت تاكسي وعاشت حياة مملة. المرة دي رجعت فرحت جدا لأنها ممكن تبدأ القتل الجماعي هنا. المشهد ده كان عامل زي فيلم سائق التاكسي هنا. نرجع للبطلة هنا، وصلت للموقع الأخير وقابلت البوس وبدأت الخناق معاها من غير كلام. حلو ده. البطلة خبيرة في الحرب ففازت على البص، والبطلة فازت وقتلتهم كلهم، والمواقع تغيرت بين الصيادين والفريسة. ركبت طيارة البص وقعدت تشرب خمرة وهي مروحة البيت، والفيلم خلص. الفيلم من البداية كان مخادع، كلهم تحسهم أبطال الفيلم ومفيش حل لوجود البطل مهما كان اللي لفت انتباه الجمهور. برضو بعد كام دقيقة مات، وموتهم كان كل مفاجئ. والكاميرا لفت للي بعده، والبطلة الحقيقية جت مشيت تقتل فيهم
وكانت بتذهلنا طول طريقها، والشخصيات كلها واخدة دورها كويس. المحل المزيف، اللاجئين، السفير، في اللعبة دي الكل ممكن يكونوا مزيفين عشان يخشوا ما بينهم ويقتلوهم، بس يتقتلوا منها برضو في الآخر. الفيلم أكشن ومثير يخلي المشاهد يندهش باستمرار. أتمنى يكون الفيلم عجبكم. أشوفكم الحلقة الجاية. لايك بقى ومتابعة. أنا رامو، مع السلامة.